نعم حقيقة، خلال 24 ساعة الماضية كان هناك تطورات لافتة، وخاصة مع تقدم القوات الروسية في الجبهة الشرقية وسيطرتها على الضفة الشرقية من نهر باخموفكا الذي يقع في مدينة باخموت، وأيضا تدميرها للجسر الواصل بين المدينة ومدينة خروموفا. وهذا يؤدي إلى قطع الإمدادات أو قطع الطريق على القوات الأوكرانية في حال قيامها بهجوم مضاد في تلك المنطقة. لكن أيضا هناك تصريحات من القوات الأوكرانية أن القوات الأوكرانية مستمرة في بقائها ضمن هذه المدينة بقرار من زيلينسكي والجنرالات، وهذا يعني نفي لما تم تداوله من خلال بعض الأخبار والأنباء الروسية حول الخلافات القائمة العسكرية السياسية. واليوم فعلا القرار بات صادرا، وهناك المزيد من الدعم سيتم إيصاله إلى القوات الأوكرانية بحسب التصريحات من خلال الممر البري الوحيد المتروك من قبل القوات الروسية غرب مدينة باخموت. أيضا اللافت في الأمر عدد من التصريحات السياسية، وخاصة بين قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين ووزير الدفاع الروسي، والتي باتت تقريبا مستمرة في هذه المشادات بين الطرفين. شيغو صرح وزير الدفاع الروسي أن القوات الروسية قتلت حوالي 11 ألف جندي أوكراني خلال شهر فبراير، ليأتي ردا سريعا من قبل بريغوجين. وتحدث أن وزير الدفاع قيم العدد بشكل صحيح، ولكن مجموعة فاغنر هي من قتلت الجنود الأوكران خلال شهر فبراير، ورفض التقليل أيضا من شأن القوات الأوكرانية، واعتبر أنهم يقاتلون حتى الموت في معركة باخموت، وأنه ويجب على روسيا التوقف عن وصفهم بالجبناء. هذه المشادات آية فعلا كانت تتداولها الأوساط والصحف الروسية بشكل عام خلال الأيام الماضية. لكن أيضا إذا تحدثنا عن تقدم القوات الأوكرانية، لا يوجد أي تقدم رغم جميع هذه التصريحات الصادرة عن زيلينسكي والتي تحث على بقاء القوات الأوكرانية في داخل مدينة باخموت. نعم آية، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مرام، هناك رئيس مجلس النواب الأمريكي يخطط للقاء رئيسة تايوان في كاليفورنيا بدل تايبي لتجنب ردة الفعل الصينية. هل هذا يعني تصعيد كما كان الأمر عند زيارة بيلوسي إلى تايوان؟ نعم بالفعل هذا السيناريو يعاد اليوم، ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية صرحت أنها تحاول تجنب رد الفعل الصيني من خلال لقاء رئيسة تايوان في كاليفورنيا بدلا من الأراضي على جزر تايوان، ولكن بطبيعة الأحوال النتيجة واحدة، في حال استقبال رئيسة تايوان هذا يعني أن الولايات المتحدة تعترف باستقلالية هذه الجزيرة عن الأراضي الصينية. هنا جاء تصريح وزير الخارجية الصيني أن دعوات انفصال تايوان تمثل تهديدا حقيقيا للعلاقات والاستقرار للاستقرار والسلام في مضيق تايوان، وإذا لم تحل مسألة تايوان سيؤدي ذلك إلى زعزعة العلاقات الصينية الأمريكية. وأيضا في الوقت نفسه هناك تصريحات من قبل تايوان والسلطات هناك التي تتحدث عن أن أي رد فعل عسكري من قبل الصين سيتم الرد عليه من قبل تايوان أيضا. إذن هناك اليوم تهديدات عسكرية إلى جانب المواقف السياسية الأمريكية التي تدعم تايوان، ربما فعلا قد تؤدي إلى تصعيد في توتر العلاقات الصينية الأمريكية كما هو الحال في زيارة بيلوسي، وربما الوضع سيكون أخطر بما أنها المحاولة الأمريكية الثانية لدعم تايوان والسلطات هناك للانفصال عن الأراضي الصينية. نعم آية. نعم رام، يعني ويبدو أنه ملف تفجير أنابيب نورد ستريم يعود للواجهة من جديد. بحسب صحيفة نيويورك
الناقلة عن طبعا مسؤولين، وهناك معلومات استخباراتية دقيقة. هناك اتهامات لموالين لكييف بقيامهم بتعطيل الخط. إذن على ماذا تعتمد اليوم واشنطن في هذه الادعاءات أو هذه الاتهامات؟ هل هناك أدلة حقيقية فعلا؟ نعم آية، حقيقة أن صحيفة نيويورك تايمز أشارت أيضا في الوقت ذاته عن عدم وجود أي أدلة تدين الجانب الأوكراني في هذه العملية، وأن هذه التصريحات هي ما زالت في محض الشكوك بعيدا عن أي دليل فعلي يدين القوات الأوكرانية. لكن الكريملين أشار إلى أن جميع التقارير اليوم التي تصدر عن الولايات المتحدة هي مضللة ومحاولة لإغلاق هذا الملف، أي ملف تفجير نورد ستريم بشكل كامل والتعتيم عليه. وأيضا أشار إلى أن الدول المشاركة في بناء هذا الخط والمستثمرين في أنابيب نورد ستريم عليهم التحرك لفتح والمطالبة بفتح تحقيق دولي بشأن هذه العملية التي وصفها الكريملين بالإرهابية. وأيضا بشأن الهجمات، تحدث الكريملين عن أن هذه العملية والتستر عليها تفوح منها رائحة الجريمة الوحشية بحسب التصريحات. وأيضا تحدث عن أن الوثائق التي أجرتها السويد والدنمارك بشأن هذا التحقيق حتى الآن لم يتم الحصول عليها ومعرفة ما هي نتائجها. وأشار الكريملين إلى أن التقارير جميعها حتى اليوم مشوشة، وعدم عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التحقيق في الدولي بتحادثة تفجير نورد ستريم هي تستر حقيقي على الفاعلين الحقيقيين. فعلا هذا الملف آية يبدو أن روسيا تحاول دائما تحريكه وإدانة الجانب الغربي فيه، وخاصة واشنطن، وخاصة بعد التقارير الأمريكية التي صدرت عن الصحفي الأمريكي الذي أدان وأعطى أدلة مباشرة على تورط كل من النرويج وواشنطن بتفجير هذه الأنابيب الواصلة بين ألمانيا والتي تعتبر المتضرر الأساسي منها، والتي حث الكريملين على ضرورة تدخلها المباشر كونها المستفيد الأكبر من هذه الأنابيب، والمسارعة في دخولها بعملية تحقيق سريعة للوصول إلى النتائج النهائية. نعم آية، وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من موسكو مرام حمصي مراسلة اليوم. شكرا جزيلا لك.